تعرفت إلى تنظيم داعش وتاريخ انضمامك؟ أنا تعرفت على داعش بالأول عبر الإعلام، يعني أخبار. أنا كنت في السجن حلب المركزي وتصلنا الأخبار على حلب المركزي. بعدين عندما طلعت بتبادل الأسرى من السجن التحقت بالدولة الإسلامية في مدينة حلب، وهي اللي أخذ مني البيعة هو أبو أثير السوري كان والي حلب. علاقتك بتنظيم القاعدة؟ أنا بالنسبة لي القاعدة رحت لعندهم على المعسكر الفاروق، تدربت عندهم على عام 91، كان عمري 30 سنة تقريبا، تدربت المسدس أو المسدسات وعلى البيكسي والكلاشينكوف والألغام والتبغرافيا وسعفات أولية وهكذا. هي عام 91 تقريبا، 3 أشهر ضليت هناك بعدين رجعت لألمانيا. بعدين رديت رحت مرة تانية بال 95، كان أول مرة كان الحرب ضد الحكومة الأفغانية الشيوعية، بعدين صار الحرب بين المجاهدين أو الفصائل المقاتلة عام 95، رحت لهنيك. بس ما كان أنا يعني ما أنا يعني شو أقول لك، كنت أوقف إذا دا أوقف هناك على الرباط في جلال أباد، ربطت شوي وين كمان بين مدينة. التقيت بأسامة بن بن لادن؟ نعم التقيت أسامة بن لادن عام 99، لأنه أنا كنت عباس على أن أصدقائي اللي راحوا من ألمانيا أنا قلت لهم تدربوا في أفغانستان ثم رجعوا إلى دراستكم، ما بصير تكونوا معكم علم كيف تستخدم مسدس مثلا دافع عن عرضك عن مالك، يعني لابد تكون متدرب. ف راحوا لهنيك، بس بعدين الظاهر حسب يعني ظني أنا، هذا يعني اجتهاد مني ظن تفكير أني استقطبوا أسامة بن لادن مشان ضربات 11 ألول، فهن صرت أدور عليهم سألت عنهم فاستغربوا أني هذا الإنسان شلون عم بسأل هذول الأشخاص بالنسبة لهم مهمين. فطلب أسامة بن لادن مني يعني بعد حدا أني مقابلة معه، فسألني وين عايش إيش اسمك وين عايش، قلت له بألمانيا وعندي أولاد ومرأة. قال لي ليش ما تجي لهون عنا تسكنوا عنا، قلت له لأنه الحياة هون صعبة أولاد صغار وجو حرب يعني صعب علينا. دورك بإحداث 11 سبتمبر؟ دوري ب 11 سبتمبر، أنا بدوري فقط بالنسبة ل 11 سبتمبر أني 3 طيارين من 4 طيارات أنه اختطفوا في شمال يعني في أمريكا. الطيارين 3 كانوا من أصدقائي، ولكن أنا لا أعلم شيء عن ضربات 11 حلول أني تصير. من هم؟ محمد عطاء المصري ومروان الشحي الإماراتي واللبناني زياد جراح، هدول كانوا أصدقائي وكانوا يدرسوا بالجامعة في هامبورغ ويقينا ما أفضل بألمانيا. هلأ بعد انضمامك لتنظيم داعش استمرت العلاقة بينك وبين جماعة تنظيم القاعدة؟ لا أنا كنت مع الدولة فقط، بس في ناس بتحب القاعدة كانوا معي بالسجن، هذول ممكن كنت يعني أحكي معهم.